خالد اهلا وسهلا بيك على السجاده الحمراء في الجولدن جلوب. احنا فخورين بيك وسعيدين ان احنا انت تكون موجود. شكرا. خالد اول حاجه احكي لي ايه شعورك ان انت تمشي هنا على الجولدن جلوب على دور انت عامله والدور بيمثل شخصيه واحد مصري وانت مصري؟ يعني انا الصراحه انا من ناحيه عندي فخر شديد ان انا هنا عشان عملي في الكراون وعشان السيزن اللي فات ويعني كل الشغل اللي احنا عملناه، وفي نفس الوقت انا هنا شايل تقل حزن رهيب. احنا النهارده 3 اشهر من بدايه الاحداث، فبالتالي انا لابس حمامه السلام، حاطط العلامه البيضاء دي على دراعي، فانا شايل الحاجتين، وللاسف ده مصيرنا، ده اللي احنا فيه. وبسبب تاني طبعا هي حاجه مرتبطه ب يعني لما احنا كنا اتقابلنا اخر مره انا قلت لك الكلام ده، يعني هي من الحاجات المؤلمه في حكايه دودي انه في ناس بالذات في الغرب بس لغايه دلوقتي بيسالوني اذا دودي الفايد عايش. فاحساس الواحد انه واحد مننا يموت ومحدش يروح يحضر العزاء او يعرف حتى انه مات، دي حاجه انا بحسها من خلال دودي، هي موجوده في كل اللي احنا بنشوفه اليومين دول. الوقت صعب، فانا بحاول صراحه ان انا اشيل الحاجتين دول، وانا بشكره هو. يعني انا حاسس ان هو لو كان عايش النهارده يعني ما كانش هيتخيل انه حياته هيبقى ليها الصدى ده. We're okay. أنا متهيألي أنت you gave the character justice، عملت للشخصية روح، لأن دودي ما كانش يعني شخصية معروفة، كان معروف الفن. الحقيقة إن إحنا كلنا نستاهل الرؤية دي، كلنا. بس هو برضو هو كان شخصية جميلة، يعني شخصية جميلة مع أبوه مع الآخرين، الكلام صحابه عليه، كل الناس اللي كانوا يعرفوه، يعني هو واضح إن هو كان سكر، يعني كان شخصية جميلة جدا. هو أول مصري كسب أوسكار، فعليا أول مصري يكسب أوسكار أز بروديوسر. يعني دودي كان ليه في الفن وكان ليه في حاجات كتيرة، احكي لي ازاي انت قدرت تعمل في الرول بتاعك، واحكي لي ازاي انت قدرت تجيب كل ده مع بعض في حتة واحدة، خصوصا وان الموضوع يعني علامة في حياة المصريين والبريطانيين. يعني بص، انا في اي عمل انا بعمله وفي كل الافلام اللي انا عملتها سواء في مصر او برا مصر، أنا بحس بمسؤولية جديدة كبيرة تجاه الـ 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 الشخصية وتجاه الفيلم. أنا عملت حاجات عن 11 سبتمبر، عن العراق، عن أفغانستان، عن مصر، عن الثورة، عن حاجات كتير. وأنا نفس الرؤية اللي أنا ونفس الأهمية تجاه الحاجات دول أنا اديتها تجاه دودي. دودي واحد يعني مات، يعني وفاته مع ديانا دي حاجة أثرت على العالم كله، يعني ناس عيطت في العالم كله، يعني إن إحنا جبنا يعني هما تسجيلين اللي موجودين بالكتير 3 لدودي وهو بيتكلم. يعني انت لو عملت سيرش على النت مش هتلاقيه لان هو مات قبل الايفون وقبل يوتيوب وقبل الحاجات دي كلها، فمفيش حاجه موجوده، فانك مجرد تسمع صوته. وبعدين الشغل مع السيناريو مع فريق الكراون اللي هو فريق رهيب. يعني طب في اعمال جديده قريب؟ انا بصور حاليا ريميك للداي اوف ذا جاكو، ان شاء الله هينزل السنه الجايه او اللي بعد السنه الجايه او السنه دي.
Mommy. You okay? I'm okay. جماعة أنا معايا خالد هنا بطل الكراون قايم بدور دودي فايد وبنسلم عليكم من السجادة الحمراء من جولدن جلوب ليكم في مصر.